الأهل والمحلة وقمة الإثارة والمتعة، وشوط أول روعة الروعة، وشوط من أجمل الأشواط اللي شفناها في الدوري الممتاز حتى الآن. وطبعا هدف أفشة الجميل والرائع، وكان في لمسة يد وطبعا ما احتسبهاش حكم اللقاء، لكن الأهل استمر في اللعب وأحرز الهدف الأول في ملعب غزل المحلة. طبعا يا جماعة مباراة رائعة رائعة في شوطها الأول، وحاجة ولا أجمل ولا أروع في الشوط الاولاني. وكل الكل اللي بيتفرج على الماتش بيقول ان افضل ماتش، طبعا كله فاتح الخطوط، الاهلي والمحله فاتح الخطوط، ومباراه مفتوحه ومباراه جميله جدا، وهجمه هنا وهجمه هناك، والمحله ضاغط وعامل مباراه جميله، والاهلي نفس القصه بيرجع لورا. احنا نتمنى ان كل الدوري يبقى كده طبعا، والاهلي متفوق بهدف لا شيء على المحله بقدم محمد مجدي أفشة في المباراه الرائعه والجميله للأهل. و